كيفكم؟ شو الأخبار؟ راح أحكي عن الزعفران. يحتوي الزعفران على العديد من المواد التي تساهم في علاج بعض مشاكل العين. راح أعمل وصفة آخر الفيديو، تابعوا الفيديو للآخر. شوفوا كيف بتحاولوا تقللوا من قصر النظر. أنا هلأ عم بستخدم نظارات. تعرفوا على فوائد الزعفران للعين وطرق إعداده المختلفة. ينتمي الزعفران كروكوس ساتيفوس إلى عائلة النباتات القزحية المزهرة، وهو نوع من التوابل الطبيعية الآمنة التي يتم إنتاجها في آسيا، حيث يمتاز برائحة قوية شبيهة بالعسل. يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وخاصة للعين بسبب احتوائه على تركيزات عالية من الكاروتينات الطبيعية التي تساعد في حماية العدسة والشبكية. تعرف على الفوائد. بالتالي فوائد الزعفران للعين: يعد الزعفران مصدر غني بمضادات الأكسدة والكاروتينات مثل الكروسين ومركبات الفلافونيدز التي تساعد في حماية عدسة وشبكية العين، حيث يمتلك الزعفران العديد من الفوائد للعين، منها يحسن من الحساسية للضوء وحدة البصر، يساهم في تحسين حدة البصر وخاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي للعين الذي قد يصيب الأشخاص من هم فوق 50 سنة، حيث أثبت وجود تحسن في الرؤية لمرضى الضمور البقعي من خلال رؤية خطين إضافيين للعين وزيادة حدة البصر أو الرؤية عن بعد. يقلل من أعراض فقدان البصر. يحتوي الزعفران على الكاروتينات التي يتم استخلاصها على شكل ألفا كاروتين. هلا أي شيء لونه بالألوان مثل المشمش اللي قلنا وما شابه ذلك، هذه الألوان عادة تحتوي على الكاروتينات ألفا كاروتين بالإضافة إلى عناصر مغذية أخرى. يحتوي الزعفران على عناصر مغذية أخرى إضافة إلى الألفا كاروتين، حيث تساعد تلك المركبات على حماية هياكل الشبكية لحماية البصر قبل أعراض فقدان البصر، كما تم إثباته في إحدى الدراسات. يحافظ على مكونات العين. يحتوي الزعفران على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A، فيتامين B، كما يحتوي أيضا على فيتامين C، A، B، C، H، فيتامين E، زنك، نحاس، وريزيرفاتول الموجود أيضا في جلد الموجود في قشرة العنب الأحمر، وتحافظ تلك المكونات على صحة مكونات العين. يقلل من خطر الإجهاد التأكسدي للعين. قد تساعد المكملات الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة مع الكاروتينات الطبيعية في الزعفران على الحد من مخاطر تلف الخلايا من الإجهاد التأكسدي. ما بيصير في أكسدة والفري راديكلز الجسور الحرة هو أنتي أوكسيدانت. يحسن مشاكل صحة العين المرتبطة بالعمر. يحمي من العمل الليلي. يساعد مركب الفلافونيد الموجود في الزعفران على تقوية الرؤية الليلية، حيث يعزز من وظيفة البروتين الرودوبسين الحساس للضوء والذي يسمح بدوره لك بالرؤية في حال وجود الضوء الخافت. يقلل من موت الشبكية، يقي من موت الشبكية. يساعد جزء الكاروتينيد الموجود ضمن مكونات الزعفران في حماية خلايا شبكية العين من الموت الناتج عن الإجهاد الكيميائي والبدني. طرق تناول الزعفران. هلا انا رح احكي وصفه بسيطه، تابعوها اخر الفيديو. طرق تناوله: زعفران مع الحليب او الشاي او الماء. يمكن اعداد مشروب الزعفران مع الحليب او مع الشاي لتحسين البصر في حال وجود مكملات اخرى باستخدام الطريقه التاليه. استخدم 8 الى 10 فروع من الزعفران الطازج. 8 الى 10 فروع من الفروع من الزعفران الطازج. اضف الفروع الى مقدار كوب واحد من الماء. اترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق. تناول كوب واحد في الصباح والمساء. يمكن إضافة الزعفران إلى الحليب أو الشاي بدلا من الماء أو إعداده بنفس الطريقة للحصول على الفوائد الكبيرة للزعفران. زعفران مع السلطة. أضف حوالي 20 ميليغرام من مسحوق الزعفران أو 10 فروع منه، تقريبا 10 فروع. قم بإعداد السلطة المناسب. أضف عصير الليمون، نصف ملعقة أو صغير كتير من الملح، الزعفران والعسل. قم بتحضير 20 ميلي جرام من الزعفران العضوي أو تقريبا مثل ما قلنا نحن 10 فروع منه. إضافة ملعقتين صغيرتين من العسل على الزعفران. طبعا العسل بدنا ننتبه بالنسبة للدايت العاملين كيتو دايت ما بيفيدكم. يمكن استهلاك هذا الخليط مرة واحدة يوميا لزيادة استجابة شبكية العين والحساسية للضوء وتحسين الرؤية. طبعا في سايد افكس، آثار جانبية للزعفران.
هلا قد يتسبب بحدوث تقلصات في الرحم، من شأنها أن تسبب الإجهاد للحامل، يؤثر على الحالة المزاجية للأشخاص المصابين باضطراب ثنائي القطب. إذا هو مضاد استطباب بالنسبة للأمراض اللي عندهم الباي بولر، للأشخاص اللي عندهم باي بولر، مضاد استطباب للحامل، قد يؤثر على سرعة وقوة دقات القلب خاصة لدى مرضى القلب. قد يتسبب الزعفران بخفض ضغط الدم، لذا يجب الانتباه من قبل الأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم. قد يبطئ سرعة استجابة الجهاز العصبي المركزي، لذا يجب تناول إيقاف تناول الزعفران قبل أسبوعين من إجراء أي عمل جراحي. هذا كان بالنسبة للزعفران، فوائد الزعفران، آثاره الجانبية، حكينا كيف ممكن تاخذوه، في فوائد للزعفران على البشرة، يساعد على ترطيب البشرة الجافة ما يجعلها مناسبا لاستخدامه. هذا بيكون مناسب بخليها تتقبل الكريمات بسرعة، وهذا يدخل بكريمات الترطيب مقشرات البشرة. يمكن استخدام الزعفران في المنزل كماسك مرطب، وذلك عن طريق نقع ملعقة صغيرة جدا منه بماء الورد. هو كتير بيجي بالجرامات، يعني مثل الذهب، مثل الفيلر هلا صار بالجرام وبالملي، وتجارته هلا الفيلر الحقن يعني صار غالي كتير. هلا هذا عادة يؤخذ بالجرامات، لازم تتابعوا الوصفة للأخير. مثل ما قلنا يمكن استخدام الزعفران ماسك مرطب، ملعقة صغيرة جدا منه بماء الورد، وضع كمادات على البشرة لمدة 5 دقائق، ثم شطفه بالماء البارد. إذا كنت تعانين خشونة في جلدك، ضعي قليل من الزعفران في مياه الاستحمام واسترخي في ماء الزعفران لحوالي 10 دقائق، حيث يعمل هذا الحمام على إكساب جسمك ملمسا حريريا. عمل الزعفران لتحسين مظهر وملمس البشرة، وذلك عبر استخدامه كمنظف للبشرة عن طريق خلط كمية قليلة جدا منه مع الحليب أو اللبن. يعتبر مادة مبيضة للبشرة، يمكن إضافته إلى ماء الاستحمام. يكرر هذه العملية من خلال الأسبوع. فوائد الزعفران: يخفف الإرهاق، يخفف الاكتئاب، يساعد على النوم، يساعد على ضبط معدل السكر في الدم. قلنا يساعد يخفف الاكتئاب، ولكن بالنسبة لمرضى باي بولر ممنوع. مفيد للجهاز المناعي، يحارب السرطان، مفيد للتنحيف، هو قاتل للسرطان. من عجائب الزعفران سافرون أن لديه خاصية رائعة في قتل الخلايا السرطانية، وتم ذلك من خلال تحفيزه لبروتين طبيعي ومعقد في الخلايا يدعى بروتين P53، وهذا البروتين حين يدرك وجود تغيرات سرطانية في الخلايا يقوم بالآتي: إيقاف انقسام الخلايا السرطانية حتى يعطي المزيد من الوقت لعمل إصلاح الخلل الجيني المسبب للسرطان بداخلها، يقوم بتحفيز الإنزيمات المسؤولة عن عملية إصلاح الخلل الجيني المسبب للمرض. إذا فشل كل هذا، فإن بروتين P53 يقوم بتفجير الخلية السرطانية حتى يحمي الجسم، بيصير مثل أبوبتوزيس. والزعفران من خلال تحفيزه لهذا البروتين لديه خاصية إعجازية في مقاومة الخلايا السرطانية. يتم تناول الزعفران مع الأرز وغيره. قلنا غني بالبوتاسيوم، غني بمضادات البكتيريا، غني بمضادات الالتهاب، منشط للدورة الدموية، يقضي على حب الشباب، يحسن نوعية البشرة، يفتح لون البشرة، يوحد لون البشرة، ويرطب البشرة. إذن ضمن هذه الفوائد بنصحكم تاخذوا اكيد الزعفران للوقاية من الامراض. هو قلنا مضاد للاكتئاب، ممنوع في مرضى الباي بولر، مرضى ثنائي القطب، الحماية من امراض القلب وضغط الدم، الحصول على بشرة متألقة، الحصول على بشرة متألقة، علاج حب الشباب، علاج الجلد الجاف، وعلاج تساقط الشعر، محاربة أعراض الاكتئاب، الشعور بالقلق والإحباط، فهو مسكن ومهدئ عام للأعصاب، يساعد على استرخاء الجسم ويزيد الشعور بالراحة والسعادة. ولكن قلنا بالمقابل ما لازم نحن ناخده إذا كنا من أصحاب ضغط الدم المنخفض. مثل ما قلنا هلأ بالنسبة للزعفران، هلأ عادة هاي كأس من الماء المغلي، رح نحط كمية قليلة منه. طبعا أنا بحاول تقريبا حط ضعف هذه الكمية، أحاول حط ضعف هذه الكمية، تمام. ورح نحاول ناخد هذا الزعفران، رح نحاول ناخده
طبعا يفضل هو في زيوت طياره، فيفضل بعد ما بيصير تغلي على النار. اي شيء بدك تاخذ خلاصه مثل زهورات وما شابه ذلك لازم تكون المي مغليه تحطها. بعدين بعد ما تحطها، حطينا نحن هذه الكميه، بعد ما تحطها هلا شوف كيف بدا اللون يتغير. بعد ما تحطها يغطى ب اكيد صحن زجاجي تقريبا لمده 10 دقائق لربع ساعه، بعدين يشرب مشان ما نمنع الزيوت الطياره تطلع منه. هاد كان الفيديو، هاد كتير هذه الوصفه بدنا نستخدمها صباحا ومساء لمده ثلاثة أشهر. رح نشوف، أنا رح أبدأ أتابع معكم هذا الموضوع، تابعوا معي ونشوف بعد 3 شهور إذا في صار استجابة بالنسبة لقديش بدي أشوف بالنسبة للرؤية. طبعا في الرؤية شيء موضوع تاني أكبر من هيك كتير، صار هلأ في ليزك وما شابه ذلك، الموضوع أكبر من هيك بكتير، بس خلينا نحاول نمشي. كان في كتاب من قبل كيف تتخلص من النظارات، خلينا نحاول بشكل أنه نحسن نوعية الحياة وأسلوب الحياة. احد الاساليب انك تلجا للاشياء اللي بتريح جسمك وبتخفف الضغط عن جسمك وبتعالج المشاكل اللي بتصير مع تقدم العمر. هاد كان الفيديو، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم.